ولكن الآن نعود إلى السؤال الأساسي. تامر كرمانلولو وهو حزب السعادة الذي هو الآن يتهم تركيا أو ربما قد يتهم تركيا بأنه بالنسبة إلى أو يتهم أردوغان أو يتهم الرئيس أردوغان في ما ذكرت لي من سؤال ما كان السؤال بموضوع تراجع بموضوع عن المواقف المبدئية تجاه النظام في مصر بالنسبة للسيسي. نعم يا سيدي هذه السياسة لا قضية هي ليست هي قضية دائمة نتكلم التراجع وفق التغيرات الجيوسياسية في المنطقة. طيب هذه أوضحناها على كل حال، خليني أرجع سريعا بما أنه ذكرنا دور الكيان الإسرائيلي في عرقلة المصالحة بين مصر وتركيا، شو قصة خلايا الموساد كل فترة خلية للموساد في تركيا؟ يا سيدي يعني ضربات موجعة تقوم بها السلطات التركية الأمنية للموساد، وبالتالي هنالك نعم مع الأسف يتم تحضير خلايا من مواطنين عرب ومواطنين آسيويين لترقب رجال الأعمال الإسلاميين المسلمين في تركيا والعرب في تركيا والمتجنسين في تركيا والفلسطينيين والسوريين وغيرهم وتحضير تقارير عنهم. وهذه الخلية تم مراقبتها 6 شهور كاملة. هذه الخلية تتكون، هذه إهانة كبيرة لتركيا وسيادتها. ليست إهانة بقدر ما هو النجاح للأمن التركي الذي أعطاهم هذه الفرصة لمعرفة ماذا يدور من ترتيبات وخلايا وتجسس، وبالتالي اختراق الموساد لتركيا أكثر من مرة الآن ألا يشكل ضربة للسيادة التركية؟ يا سيدي هذا الاختراق هو لم يأتي، هؤلاء لم يأتوا من الكيان الإسرائيلي، هؤلاء جاءوا مع الأسف بعملاء مأجورين. لن أسمي هذه الدول لا داعي تسميتها، ولكن هذه الدول العربية الذين جاءوا على أساس سياح. السائح تركي دولة، أي دولة مفتوحة سياحيا، لدينا الآن 54 مليون سائح العام 2022، متوقع هذا العام يكون يصل إلى 55 أو 60 مليون سائح. أي دولة يأتيك سائح؟ ودول تم اختيار أعضاء هذه الخلية من دول ليست بحاجة إلى تأشيرة. كل هذه السياحة، كل هذه الحركة الاقتصادية في تركيا والصادرات، تم كسر الرقم اليومي في الصادرات قبل أيام 56 مليار، نعم بيوم واحد أكثر من 2 مليار. نعم صحيح. طيب كل هذه الأرقام والليرة تنزف، ما حدا فاهم شو قصة الليرة يا دكتور يوسف؟ هذا الموضوع بحاجة إلى حلقة كاملة، لا نستطيع بهذه العجالة، ولكن أعطني الوقت الكافي إن شئت ومددوا الحلقة فأنا أتكلم فيه بتفصيل. يعني صراحة هذا الموضوع أعطينا الخلاصة. الخلاصة بأن الانحناء أمام العاصفة أحيانا ربما هو يكون من أحد متطلبات العمل الاقتصادي. الآن الفريق الذي أعينه الرئيس رجب طيب أردوغان مع مخالفتي لهذا الفريق، أنا لا أتفق مع محمد شمشك كخبير اقتصادي، لا أتفق مع سياسة محمد شمشك قطعيا، والكل يعرف عني ذلك. ولا أؤيده ولا أؤيد أطروحاته، وأنا أقولها في المجالس الخاصة والعامة وأقولها الآن على العلن، ولكن أحترم قرار الرئيس رجب طيب أردوغان، وأتوقع بأن الرئيس رجب طيب أردوغان رضخ للضغوطات التي تأتي من هنا وهناك، بأنه هذا الإنسان الذي يسمى محمد شمشك وهو الآن وزير المالية وله منا كل الاحترام مع اختلافي معه في الشأن الاقتصادي، الغرب يقول عنه أنه العبقري، العبقري محمد شمشك، الصحافة الغربية تقول عنه، وضع. ومتى كانت الصحافة الغربية صادقة مع تركيا ومصالح تركيا؟ لا يمكن يا سيدي، هو الآن أعاد الأزمة، الآن اشتدت عندما أعاد قضية رفع الفائدة مرة أخرى من 8.5% إلى 15%، واليوم الكلام عن الذهاب إلى 25%، وهذا هو الطامة الكبرى. هذا نحن الآن نتوجه النقد البناء، لأن دائما ندافع النقد البناء، نقول بأن العودة إلى الوراء إلا إذا ما كان كر وفر، إلا إذا ما كان انحناء مؤقت أمام العاصفة. والرئيس طيب أردوغان أنا أعلم مصداقيته وجديته في أنه لن يتنازل عن تخفيض الفائدة، لكن هذه المرحلة بعد ضمان 5 سنوات قادمة، هذه مرحلة لها إرهاصاتها ولها سيكون تبعاتها. العودة خطوة إلى أو الانسحاب خطوة إلى الوراء ورفع الفائدة، أنا أتوقع بأنه سيرضي ربما لبي الفوائد أو البنوك التي تريد السيولة من البنوك، ولكن في المقابل لها تبعات، وهذه التبعات لن تكون تبعات سهلة، ورأينا ذلك لعدم إرضائهم برفع الفائدة من 8.5% إلى 15%. في نفس اليوم ارتفع الدولار أمام الليرة التركية من 21 إلى 23.5 تقريبا 10%. لماذا؟ وهذا عجيب، عكس كل التحليلات الفنية والعلمية. طبعا وأنا كنت متوقع ذلك، ولا أشير إلى أحد، وقلت ليس هذه السياسة الحكيمة أو الكيسة، ولكن محمد شمشك بحد ذاته هو الآن يريد أن يعني كما يقال
أن قال للرئيس أردوغان أنا سأقوم بتخفيض التضخم وسحقق الأهداف المرجوة إلى مرتبة الآحاد، ولكن أريد مع الصلاحية أريد مع تحمل المسؤولية صلاحية ألا يتدخل ألا يتم التدخل وإعطاء فترة زمنية معينة للوصول لهذه الأهداف. فتم إعطاؤه ما يراد، ولكن سيحاسب على النتائج فيما بعد. يعني لا أحد دائم، هذا المقعد وزارة المالية وزير الخزانة والمالية التركي، هذه وتركيا ليست حكرا لوزير معين. إذا ما نجح يتم تقديره، إذا لم ينجح. تراجع التضخم للمرة الأولى منذ 18 شهرا، هل هو مرتبط بالسياسات التي أعلنها وزير المالية والخزانة؟ لا طبعا ليس لها علاقة أبدا. التضخم بدأ بالتراجع قبل مجيء محمد شمشيك، بدأ بالتراجع كان 88%، تراجع إلى 50%، ثم الآن 39%. الآن يتم سياسة استخدام سياسة ما يسموها التقشف المالي، الضغط، إعطاء الحرية للتعاملات المالية وإعطاء الحرية لأرض تركيا. ولكن أنا أتوقع بأن هذا النظام المالي الذي لجأ إليه محمد شمشيك هذا الآن سيمر بأزمة وعاصفة تستمر ربما إلى 25 نشهد الدولار، ربما يرتفع أكثر من ذلك أو أقل، ولكن لن يدوم، وسيكون هنالك أطر، وسيكون هنالك إعادة ضبط الأمور وفق معايير أقوى من ذلك. محمد شمشيك الآن هو ربما يحاول أن يتعامل بأسلوب تقليدي عالمي يرضي الدول الغربية للاستثمارات، ولكن بالمقابل سنشهد زيارة للرئيس أردوغان بعد أسبوع إلى دول الخليج العربي، جولة خليجية واتفاقيات مهمة كبيرة استثمارية اقتصادية ستعطي قوة كبيرة للاقتصاد التركي. هذا هو الاقتصاد الانتاجي وليس الاقتصاد المبني على الفوائد. المعارضة عم بيصوروا هذه المسألة انها يعني تحت عنوان الشحادة، انه تركيا تستجدي المال من الدول الخليجية. العكس تماما يا سيدي، كيف تستجدي المال؟ تركيا تقوم بتقديم الفرص التي تربح هؤلاء يأتون ليربحوا من المال، لا يعطوا. وين إكويشن رابح رابح. وين إكويشن، الكل يربح. وبالعكس هذه ذكاء، هذا ذكاء وحصافة من الإدارة التركية. والخليجون لديهم رؤوس أموال يستثمرون في إنجلترا وفي أمريكا وفي أوروبا، لماذا لا يأتوا يستثمرون في تركيا؟ وتركيا دولة نسبة النمو من ثاني أكبر نسبة نمو في العالم. بالعكس تماما، هذا لمصلحة تركيا. الملفات التي ذكرناها تحتاج حقيقة، كل ملف يحتاج إلى أكثر من حلقة، لكن نحاول أن نمر سريعا بموضوع اجتماع بروكسل اليوم حول السويد والمؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الخارجية هاكان فيدان. كلمات سريعة. السويد أتوقع أنها أطلقت النار على طريق انضمامها إلى الناتو في ظل السماح باستفزازات المشاعر الإسلامية وعدم الالتزام بالوعود التي وقعتها في حزيران عام 2022 في خارطة الطريق مع تركيا. وأتوقع أن تتوقع موافقة تركيا لانضمام السويد في مؤتمر الذي سيعقد في ليتوانيا في الحادي عشر من هذا الشهر. تركيا لن توافق على انضمامها حاليا، لن توافق. وقالها وزير الخارجية هاكان فيدان، قال علينا كعقاب لها. يعني النقطة الأساسية ليست عقاب، هل انضمام السويد هو لمصلحة الناتو أم ربما عبء على الناتو، لأنها لا تستطيع أن تضمن أمورها الداخلية. زيلينسكي الرئيس الأوكراني جاي على تركيا غدا، سيكون في تركيا، وأتوقع أن مجيئه يحمل أهمية قصوى. اتفاقية الحبوب ممر الحبوب ينتهي في 17 من هذا، وبالتالي تمديده، هم بحاجة إلى تركيا، ومجيء إلى تركيا معناها سيقدم التنازلات أو يجب أن يقدم التنازلات في ظل أن روسيا تعيق هذا الاتفاق وتقول يجب أن يكون هنالك تنسيق معي أيضا والسماح لصادراتي أن تأخذ حقها الطبيعي في التسويق. ودور تركيا مهم، وأتوقع أن تركيا ستنجح للمرة الثالثة في تمديد اتفاقية الحبوب. شكرا لك دكتور يوسف كاتب أغلو، شكرا لكم مشاهدينا. أتركوا تعليقاتكم على مضمون هذه الحلقة، كيف تنظرون بالتحديد إلى المصالحة التركية المصرية وموعد زيارة السيسي إلى تركيا في 27 من هذا الشهر. نسعد دائما بتعليقاتكم ونتشرف بمتابعتكم. شكرا لكم، في أمان الله.